صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، ويقول صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عنه العبد من عمل صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر.